من خلال زيارتهما إلى ولاية عين تيموشنت ولقائهما بالشباب الجامعي وفعاليات من المجتمع المدني، ذكر كل من وزير الطاقة عبد المجيد عطار والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة ياسين وليد بأهمية موعد الاستفتاء ودوره في صنع مسار جديد للبلاد. بدون دستور جديد لا يمكن أن نبني نظام ديمقراطي صحيح ليعطي كل الحريات للمواطن، ليهنينا يعني ينحي تماما للأبد خاصة التصرفات اللي كانت تسير الجزائر في كل الميادين. أمامنا موعد مهم يوم الفتح من نوفمبر لكي تكون هذه الجزائر الجديدة حقيقة. هي جزائر تحمي حقوق كل المواطنين، جزائر تجعل المواطن في تجعل الإدارة في خدمة المواطن، جزائر لا تدفع بشبابها إلى الخروج والهروب من الوطن. وعلى هامش اللقاء عاين ياسين وليد بعض المشاريع المبتكرة بالمعرض الذي أقيم بجامعة عين تيموشنت. ندعم هذه المشاريع من خلال إطار تنظيمي تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية، من خلال صندوق استثماري سيعمل على تمويل هذه المشاريع المبتكرة لكي نخرج من نموذج اقتصادي قديم مبني على الريع ومبني على استخراج الثروات الباطنية للأرض للجزائر إلى نموذج آخر مبني على المعرفة، وكما قاله السيد وزير الطاقة مبني على خلق الثروة. كما شهدت الزيارة إشراف وزير الطاقة على وضع حيز الخدمة شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي ببعض مناطق ولايتي عين تيموشنت وتلمسان، حيث أكد أن الدولة مستمرة في زيادة نسبة تغطية مختلف مناطق الوطن بمختلف الشبكات. حتى لو ما نقدرش ندي الكهرباء في بعض الأحيان ندير الطاقات المتجددة، قد ما نستعمل الطاقة الشمسية قد ما نستهلكش الكميات نتاع الغاز، والكميات نتاع الغاز هذيك اللي ما نستهلكهاش يا اما من 2030 ما زلنا نحتاج الريع نقدر نصدره، ولكن من بعد كل متر مكعب اللي ما نحرقوش وما نستهلكوش ونستهلك الطاقات المتجدده نخليهم تحت الارض للاجيال اللي جايه. كما ابدى عبد المجيد عطار ارتياحه لنسبه التغطيه بشبكتي الكهرباء والغاز بالولايتين.